مرحبا بكم، معكم أنس الراوي من معرض أيفا 2013. لدينا هنا أول مراجعة نقدمها لهاتف إكسبيريا زد 1 الذي أعلنت عنه سوني قبل قليل. الهاتف بالطبع يقدم شاشة بقياس 5 إنش بدقة 1080p ومعالج سناب دراجون 800 رباعي النواة من كوالكوم، ويتميز طبعا بالكاميرا بدقة 20.7 ميجا بكسل مع 2 جيجا بايت من ذاكرة رام و16 جيجا بايت من مساحة التخزين الداخلية، وبطارية بسعة 3000 ميلي أمبير ومقاومة للمياه. عدا عن المواصفات، نلاحظ بأن الهاتف شبيه نوعا ما بالهواتف الأخرى التي أطلقتها سوني هذا العام مثل إكسبيريا زد والهواتف التي جاءت بعده. نلاحظ هنا الكاميرا. الهاتف يبدو حتى من طريقة الإمساك باليد مشابها تقريبا لهاتف HTC لهاتف سوني إكسبيريا زد. طبعا كما يمكن أن تخيل الواجهات سلسة وسريعة جدا. ما يميز هذا الهاتف هو تطبيق الكاميرا. هنا موجود وضعيات متعددة لاختيار وضعية التصوير المناسبة، وضعية لتصوير الحيوانات، لتصوير الطعام، لتصوير الشاطئ وللألعاب النارية وغير ذلك الكثير. مزيد من المراجعات والتفاصيل حول هذه السوني إكسبيريا زد 1.